دقيقة إخبارية من الأردن اليوم، أهلا بكم. معلنا عن خط مباشر بين البلدين، سفير المكسيك يزور معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية. مجلس الوزراء يوافق على تعديل أسس حفر الآبار في الأغوار الجنوبية. مجموعة المطار الدولي ترجح تدشين 4 خطوط طيران جديدة إلى الأردن من دول مختلفة قبل نهاية 2022. الأردن يشارك في معرض تبريزا السياحي العالمي في فرنسا. المياه ضبط اعتداءات جديدة في الزرقاء ورصيفة جنوب عمان. ضريبة الدخل قانون المبيعات المعدل يلبي مطالب القطاعات الاقتصادية بتسريع الرديات. رسميا حكام من الخارج لمواجهة الفيصلي والحسين. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الأردن.com.